تبقى من ألعاب دونالد وغارفيلد إنها شوبكنز سيزن 6، وهي طبعا مناسبة لسن 5 سنوات فما فوق. ويوجد بالداخل 2 شوبكنز إنسايد، يوجد 2 من الشوبكنز، وهذه هي مجموعة الشيف كلاب، وهي مجموعة الطباخين أو مجموعة الطبخ، أي أشياء يوجد بالداخل هي خاصة بالطبخ. هيا نفتحها. يعجبني جدا هذا الجار الصغير الذي توجد به الشوبكنز. شوبكنز شوبكنز، أنا أحب الشوبكنز كثيرا يا أصدقائي. لدي هنا لا أستطيع أن أقوم بإخراج هذا التشيك ليست، إنه عالق بالداخل. سوف أخرجه الآن، لحظة يا أصدقائي. العديد من الشوبكنز هنا، هذه مجموعة الليمتد إديشن كوكيز و كب كيك بنسلز. أتمنى أن أحصل عليها. ساسج إيج مافن و ليمون أند هاني تي وافلز و راسبيريز بانانا سموثي و العديد ستروبري بانكيكس و سكرامبلد إيجز. كثير، هيا نفتحها. واو جميلة، ما هذه؟ إنها قنينة صغيرة. يا إلهي، انظروا إلى هذه القنينة الصغيرة، سوف أخبركم ما هو اسمها الآن. هيا نقوم بفتح هذه الآن. واو انظروا، ما هذه؟ هل هذا عسل أم ماذا؟ سوف أخبركم الآن. عليكم بتناول العسل فهو مفيد وسوف يمدكم بالطاقة. هل هذا صحيح يا راني هوني؟ نعم، تناول العسل سوف يزيد من مناعتكم ويجعل أجسامكم قوية. أين أنت يا ذكي فانيلا؟